أيها السادة المستمعون، أيها الإخوة الأحباء، سلام ونعمة المسيح معكم. في يوحنا 10:27 يقول المسيح: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولن يخطفها أحد من يدي. والآية هنا مشروطة، فيها امتياز، يبتديها بامتياز عظيم جدا، وهو يقول خرافي. كل شخص منكم يا أحبائي يتصور نفسه هو أحد خراف المسيح، هو الجوهرة كثيرة أو اللؤلؤة كثيرة الثمن، هو ملكية خاصة للمسيح. هو بيقول خرافي، شيء أملكه أنا، يعني أنتوا في يدي، أنتوا تحت حمايتي، أنتوا مدعوون بصوتي، خرافي تسمع صوتي. طيب لما يقول لي خرافي تسمع، يبتديها بكلمة تسمع. ما معنى نسمع؟ الأصوات المحيطة بنا كلها أصوات نكرة، أصوات فيها تجديف، أصوات فيها بوق الشيطان، أصوات تعاليم مضلة. طيب إزاي أميز صوت المسيح؟ إزاي أصغي لكلامه؟ بيقول لنا الكتاب: كونوا مسرعين في الاستماع، مبطئين في التكلم. ولما صموئيل دخل إلى الهيكل تكلم مع الله بآية واحدة وقال له: يا رب تكلم لأن عبدك سامع. خرافي تسمع، السمع بيقول إن السمع أفضل من الذبيحة، هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، أي الإصغاء، الاهتمام، لأن الله يكلمنا كل يوم بطرق وأنواع كثيرة. وساقط النعمة موجودة بين إيدينا، ولكن إحنا نشابه ونتشابه مع أولئك الذين قال عنهم: لهم آذان ولا يسمعون، لهم أعين ولا يبصرون. مهم جدا أن الإنسان يكون له أذن روحية تميز النميمة، تميز الكذب، تميز الأصوات الغريبة، وتنتبه إلى صوت الراعي عشان نسرع إليه. خرافي تسمع صوتي، صوت المسيح والسمع. بعد منه يأتي إيه؟ يأتي المعرفة، أنا أعرفها. حلو قوي اللي بيقول خرافي وأنا أعرفها. يعرفها إزاي؟ يعرف أسمائها. في نفس الإصحاح في البداية يقول: أعرف أسمائها فأنادي كل شخص، كل واحد باسمه فيعرفني. إذن المسيح يعرفني أنا، أنا الإنسان الخاطئ، أنا الإنسان اللي كنت في وحل الخطية، أنا الإنسان المجدف، أنا الإنسان اللي ببعد بعيدا جدا عن المراعي الخضراء، أنا الإنسان الذي لا أميز صوت الراعي، لكن هو بيعرفني. يقول: شعور رؤوسكم محصات. إذن إحنا ضمن معرفة ابن الله، فيجب علينا إن إحنا كمان نعرفه. طيب المعرفة تيجي إزاي؟ أعلق صليب، أو أزق الصليب على إيدي، أو أتظاهر بأنني مسيحي، أغير اسمي في الهوية، أأكد على إنه لازم في الهوية يكون شخص مسيحي، ولا أعرف الراعي. في شابين مدير مدرسة السبت نادى عليهم وقال لهم: أنا عايز منكم كل واحد يقرأ لي مزمور الراعي. الشاب الأولاني كان شاطر وحافظ المزمور: أرى الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، وبطريقة سريعة جدا. والمهم أنهى المزمور، والتصفيق حاد لهذا الشاب. وبعدين جه دور الشاب الثاني فأراه وهو خاضع، وهو في شيء من الخجل، يمكن كان فاقد للجرأة الروحية،
وتلعثم، وبعدين ما حدش سقف له إلا المدير. فسألوا المدير وقالوا له طيب أنت ده ما عرفش زي التاني. قال لهم الأولاني يعرف المزمور جيدا، لكن التاني يعرف صاحب المزمور، يعرف الراعي. وبولس الرسول حب يقول لنا شيء كتير حلو لما كان في سجن فيليبي مقيد بالسلاسل مسجون. قال سألوا ليه يا بولس أنت محتمل وما أنت كنت تلميذ غلمائيل، ما أنت كنت في حرية، إيه اللي يجبرك على كده؟ قال لهم لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. والكتاب يا أحبائي بيقول لنا لأن معرفة القدوس فهم. ومن هو القدوس؟ في أشعياء 48:18 يعرفنا شخص المسيح بنفسه ويقول أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل معلمك لتنتفع، أمشيك في طريق تسلك فيه، ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. ليتك، عاوزك تعرفه، عاوزك تسمع كلامه، عاوزك يمشيك في طريق تسلك فيه، لا تعرج يمينا ولا يسارا، عايزك تتبعه. فبيقول خرافي تسمع صوتي أنا أعرفها فتتبعني. الاتباع، الاتباع بيشكل للبعض مشكلة كبيرة جدا، لأن المسيح وضع شرط صعب، قال من يريد أن يتبعني عليه أن ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. ففي ناس كتير بتخاف من الموضوع دوت. شخص كان حاضر مع المسيح وسمع لعظاته وأكل الخبز وأصبح قريب جدا منه، ولما دعاه المسيح حط شرط وقال له أتبعك يا سيد ولكن. وفي ناس كتير بتماثل أو بتشابه هذا الشخص إنه عاوز يتبع المسيح وفي صعب، ولكن الوظيفة، ولكن الزواج، ولكن المال، ممكن يمضي حزينا لا يريد أن يتبع السيد. ولكن متى كان مثالا صالحا في الكتاب؟ في متى 9:9 المسيح مجرد ما نظر إليه وشافه متكئ ومنكب على الميز السيارفة وبيحسب فلوسه والنهاردة كسب كام، ولكن مجرد ما نظر إليه المسيح نظرة واحدة وقال له اتبعني. يقول في الحال وفي التو ترك كل شيء وتبع المسيح، وأصبح متى العشار، متى التلميذ، متى صاحب الإنجيل، ربح أكثر من أي شيء موجود. وفي اتباع بين وبين، ومثال ذلك نيقديموس ويوسف الرامي. دول كانوا تلمذين للمسيح يقول الكتاب مع الأسف خفية، اتباع من بعيد لبعيد كده. أنا مقتنع كلام الرجل ده حلو، أسلوب الحياة في الكنيسة جميل قوي، ولكن أنا لم أحمل صليبي، أنا لم أنكر نفسي، أنا لازلت أفكر بالسيارفة وبالفلوس وبالمنصب وبالجاه. فأي نوع يا أخي أنت وأي نوع أنا؟ هل أنا أعمل زي متى أترك كل شيء وأتبع المسيح؟ ولماذا نتبع المسيح؟ يقول لن تهلك إلى الأبد، ضمانة إلهية لكل إنسان يتبع المسيح، ضمانة إلهية إن احنا مش هنهلك إلى الأبد، نحن رابحون الملكوت، هنبقى أبناء الملكوت. فطيب ليه أنا أبعد بعيد؟ ليه أتكل على أموالي؟ ليه أكون بحسب كل شيء في الحياة غير الحسبة الحقيقية؟ زي ما موسى مثلا حسب عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. طيب الضمانة الإلهية يعقبها إيه؟ بيقول لن يخطفها أحد من يدي. والخطاف هو الأسد الزائر الذي يجول يبتغي من يريد
أو يبتلع كل إنسان يريد اتباع المسيح. فعندك حماية إلهية، عندك شيء ربنا بيدهولك عشان تبقى في ضمانة، عندك ضمانة للمصير الأبدي. فأي شيء تختار يا أخي، أي شيء تختار، هل تفضل زي الابن الضال أو الخروف الضال أو الدرهم المفقود؟ هتلاقي برضو يسوع فاتح ذراعيه واقف على قارعة الطريق ويعاتبك عتاب رقيق جدا ويقول لك أنا قلت لك معلمك لتنتفع، أمشيك في طريق تسلك فيه، أنا هو الطريق والحق والحياة. هتختار إيه؟ أخيرا يا أحبائي، أود أن نختم ببركة رسولية عظيمة. بيقول كاتب سفر العبرانيين في إصحاح 13: وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي يكملنا في كل عمل صالح حسب مشورته، عاملا فينا ما يرضي أمامه بربنا يسوع الذي له القوة والمجد والسلطان. ويسوع الآن بيدعو كل أولاده، بيدعو كل خرافه، وبيقول لك الكلمات الجميلة: اوعى تفكر إن نسيتك، اوعى تفكر إن بعيد، أنا بدم الغالي فديتك، أنا اديتك عمر جديد. هل نذهب بعيدا عن المسيح؟ بالطبع لا. في ناس كتير ومنهم بولس وداود قالوا: ومن أجلك نحن نمات طول النهار وقد حسبنا كغنم للذبح. لكن المسيح قبل ما بولس يقول كده وقبل ما داود يقول الآية نفسها، هو الذبيح العظيم، هو حمل الله الذي رفع خطية العالم. هل تأتي إليه في هذه الأمسية؟ هل تأتي إليه في هذا الوقت وتقول يا رب أتبعك، أنا معك إلى نهاية الطريق؟ هو معانا، بيقول: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هل إحنا معاه فعلا؟ يا ابن تطمن، اوعى تخاف، أنا يسوع راعي الخراف، أنا يسوع راعي الخراف، وللرب كل المجد إلى الأبد. آمين.